اللهم صل على محمد وآل محمد. مناجاة المحبين. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعدته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عن. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مغابتك. يا من أنوار قدسه
لأبصاري محبيكي رائقة وسبحات وجهه لقلوبي عارفه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية أمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك وامنون بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله طيبين طاهرين. إلى روح آية التواضع سماحة الشيخ علي المرهون عبد الحي قنبر